مرحبا سيد بانديا، أنا ديش باندي وهذا بيكون مساعدي. ارتاحوا لو سمحتوا. وينك يا جايا؟ شو بتحبوا تشربوا؟ شاي ولا قهوة؟ هل أنا بلا للمدام؟ شوفي السيد راجفير ست مدح كتير بالقهوة اللي بتعمليها يا مدام. عملي لنا قهوة بس تقلية ماشي؟ وسمعنا إنك مزوقة، بدنا جنبها شوية بسكوت. طيب مثل ما بدك، رح روح أعملكن قهوة فورا. وليش بعتك السيد راجفير لعندي؟ السيد بانديا، بتعرف السيد باندو مدامته أو شايفهم من قبل؟ قصدك الخطايرة؟ مزبوط، اثنين كبار بالعمر شوي، ساكنين بمجمع أنبار، وانت أخذت بيتهم منهم. ايه وشو يعني؟ نحن بدنا ناخذ هذا العقار. تأخرتوا شوي يا أستاذ، لأني راح أنهي هالصفقة وراح يصير من بكرة البيت لألي. يا سيد بانديا، أها، بصفقات الشغل ما في شيء اسمه تأخرت شوي. القصة حسب نحن شو بدنا، ما هي؟ هذا هو مبلغ فسخ عقد البيع. يا أستاذ أنا ما رح أفسخ العقد، لأن العقد صار بالمحكمة وعم يشتغلوا فيه هلأ. شكراً مدى. روحي، ما فيني اتراجع، لأن المعاملات الرسمية لنقل البيت على اسمي بلشت ومشي الحال. طيب مو مشكلة، فينا نلغي المعاملة. تفضل، هذا المبلغ كله لك. ما أقول هالحكي يا أستاذ، أنت شاب عاقل وذكي ولو. أبظن أنك بتعرف كتير منيح قديش بيسوى هالعقار بالسوق اليوم، ما هيك؟ موقع هذا البيت ممتاز، ومن جوا البيت حلو كتير، وهلأ سوق العقارات بأحسن أحواله، يعني هيك بيت كبير بيسوى كتير مصاري وهي بأسوأ أحواله، طبعاً غير المربح تبعي. وبدنا نحسب مبلغ فسخ العقد، يعني إذا بدك ياني اتراجع عن هالصفقة بدك تحسب حساب كل شيء قلت لك يا هلأ، وإذا جمعناهم بيطلعوا. شو صار؟ شو هالصوت؟ ولا شيء مدام، ما صار أي شيء، بس وقع من إيدي فنجان القهوة. جيبي لنا فنجان قهوة تاني. قديش سعر البيت بالسوق اليوم؟ هو كتير غالي أستاذ. وانت قديش دفعت؟ اخدته بتراب المصاري بصراحة. ايه؟ في اثنين كبار بالعمر ساكنين بهذا البيت، هنن محتاجين المصاري، ومع هيك انت استغليتهم ودفعت سعر قليل كتير. نحن جايين نعمل معك صفقة شغل، بس انت عم تنصب على الناس، ما هيك؟ بعتذر منك، يمكن فكرت انه ما في حدا يدافع عنه، بس غلطان، لانه نحن موجودين لحتى نضمن حقهم.